3 عام 2024 العام الأكثر حرارة في التاريخ. في عام 2023 سجل كوكب الأرض أرقاما قياسية في ارتفاع درجات الحرارة. التغير المناخي بقى واضح تماما، ارتفاع حرارة المحيطات، ارتفاع حرارة اليابس، وشفنا ما بين حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة استمرت مدة طويلة في غابات في أوروبا وكندا القطاعات الأمريكية أيضا، وشفنا أيضا بالتوازي أن فيضانات وسيول كتيرة جدا، وشفنا الحادث المروع لمدينة درنة الليبية عام 2023. عام 2024 العلماء في جامعة تكساس الأمريكية يتوقعون أن يكون أكثر حرارة من 2023، وبالتالي أن يكون عام 2024 الأكثر حرارة على مر التاريخ. وده معناه أن الناس اللي بتنكر تغير المناخ كلامهم مش دقيق، احنا شايفين التغير قدامنا سنة ورا سنة. زمان كان العلماء متصورين كل 10 سنين مثلا نحس الحرارة اتغيرت إلى الأعلى، لكن دلوقتي من سنة إلى سنة. 23 أكثر سخونة من 22، والحرارة 2024 هي الأعلى في التاريخ حسب علماء جامعة تكساس. خطورة ده إن بنلاقي مزيد من لاجئي المناخ، إن المية بتقل نتيجة ارتفاع الحرارة، فالناس بتمشي من الأماكن الجفاف ونلاقي هجرات في كل اتجاه. الأمر التاني بنلاقي فيضانات كتيرة جدا وتدمير نتيجة عواصف في سواحل كتيرة حول العالم. إنما كمان هناك أمر خطير، وهو انتقال أمراض من المناطق الحارة إلى مناطق أخرى. يعني أمراض متوطنة في بعض الدول الحارة ما تعرفهاش الدول الباردة أو متوسطة الحرارة. هذه الأمراض بدأت تنتقل من هذه الأماكن إلى الشمال، وبالتالي لقينا أنه في أمراض جديدة لم تكن موجودة من قبل في أوروبا. يمكن الميزة الوحيدة في ذلك أن بدأوا يحطوا ميزانيات في الغرب مرتفعة جداً علشان يلاقوا حلول لأمراض لم تكن متوطنة أو لم تكن موجودة بهذا الشكل في الغرب. وعشان كده لقينا إنجاز عظيم في 2023، وهو الوصول إلى لقاح الملاريا. في كل الأحوال العالم تزداد حرارته، وفي كل الأحوال نتوقع أن 2024 كما يقول العلماء أن يكون العام الأكثر حرارة في التاريخ، وبالتالي لابد من جهد كبير جدا جدا لمكافحة تغير المناخ، لأنه ببساطة لا يوجد لدينا كوكب آخر. وفاصل ونكمل.